مرحبا، الله يسعدك. لأوقاتكم كل خير. مثل ما انتم شايفين هنا عندي كوكيز السكر، انا سبق وحطيت طريقته بفيديو سابق. اليوم ان شاء الله راح ازين الكوكيز بالسنافر اللي سبق وعملناها. طبعا استنى عليها حتى تنشف تماما قبل ما نبتدي الشغل بيها. ممكن نشغل السنافر بطريقتين، الطريقة الاولى اننا نلون الايسين اسود، والطريقة الثانية اننا نرسم الملامح فقط على السنافر وهي سادة. طبعا بنفس طريقة السنافر عملت زينة الكاب كيك مثل ما انتم شايفين. بعد ما نشفت معانا الاشكال اللي عملناها ونشف اللون تماما اللي حطيناها على السنافر لحتى نحدد الملامح، نبتدي نطبقه على الكوكيز. طبعا هذا كوكيز السكر. ببساطة نحتاج الى ايسين. انا سبق وحطيت فيديو فيه كيف نعدل قوام الايسين وكيف نغلف بالايسين، ففيكم ترجعوا عملوا. طبعا زي كده. ثم انا مثل ما انتم شايفين هنا في هذا المربع مشيت على الحواف، لهذا راح اخذ عود باربيكيو وعود اسنان، راح اجهز هنا بشكل دائري، ابتدي انزل الايسينج. خليني اشيل هذول على جنب شوي شوي على جوانب لحتى ياخذ معي الشكل المقوس حق حبة الكوكيز. اذا حسينا انه طلعت هذا التقوس طلع ما هو مزبوط، بيكون لانه الايسينج عندنا قليل. ببساطة نجيب الوسط كده ونسحب شوي ايسين. طبعا هذه الاشكال اللي نحن عملناها بالايسينج لاننا ملونين الايسينج باللون الاسود، فممكن انه يتكسر معنا، بس ابدا ما تخافوا. حتى لو تكسر فينا نرجع نحطه على الكوكيز ونصلحه، لان انا في عندي هنا اشكال تكسرت مع ذلك صلحتها. المهم ان نحن نرجع نحطها في مكانها المزبوط. طبعا بشيل حبة الكوكيز، ما بعرف اذا بيبان عندكم ولا لا، بيكون فيها زي فقاقية تحت. ببساطة نضغط كده على الايسين بشي رقيق، خلاص راح تختفي الفقاقيع. اوكي، هلا وان شاء الله ما تتكسر. ناخذ السنفورة الحلوة اللي نحن عملناها، بنت حلال على انه شرشبيل اللي عملها. اوكي، بشويش زي كده نحطها، ثم ناخذ زي كده العود ونحاول شوي شوي نخليها كلها ثابتة على الايسينج، لانه اذا في مكان فضل مرتفع عن الايسينج بس نحرك حبة الكوكيز او نحط عليها حبة كوكيز ثانية راح يتكسر ويطير الجزء. فلهذا حاولوا تتأكدوا انها كلها ثابتة. خلاص، وهذا هي سفورتنا الحلوة. طريقة كتير حلوة وسهلة، صح؟ بعمل معاكم اخر واحدة ماني خاسرة شيء. هذا هي، مثل ما سبقت وذكرت انتو شايفين عندي الكوكيز لونه محمر شوي زيادة. لا، هذا ما هو محمر زيادة، انا هالمرة حبيت اعمل الكوكيز منكه شوي، لهذا عوض السكر العادي استخدمت السكر الاسمر، فاعطاني نتيجة كتير حلوة صراحة، كتير حبيتها مع البانيلا، طلع طعمها كتير طيب. ما ابتدي اسحب زي ما عملت في البداية. طبعا اللي يحب يشتغل كده يشتغل كده، واللي يحب ياخد سطح حبة الكوكيز ويغطسه بالايسنج اسهل له بالشغل. مثل ما اقول دائما، الواحد يشتغل زي ما يحب، يشتغل بالطريقة اللي تريحه. وات مامي؟ نو مور فود ماما، نو مور فود.
تخيلوا آدم يبغى قال إيش يجي يساعدني، تكسر لي سنفور أكله وعجبه لأنه حلو، من وقتها هو يقول لي أعطيني السنافر أكله. أخاف يجي واحد إيده بالزانية. مامي دونت تاتش ذيس، أوكي؟ خليني أجيب له شيء نشغل فيه. نشتغل معاكم أنا وآدم. يس ماما، بس إن شاء الله ما يخلص ويجي يحط لي إياها وسط الصينية. Do you like it, mommy? Nice. هذا شنو هذا مامي؟ Tomato smurfs. We put a little bit more smurfs here. Okay. You want smurfs? Finish first. أخي يبغى أحط هو الصنفور. لا لا مو في هاند بليز. Delicious. Delicious. اوكي طبعا كسرت هذا السنفور، حلو لحتى افرجيكم كيف نصلحه. طبعا بنجيب السنفور حتى وهو مكسور زي كذا، بنحطه على حبة الكوكيز. اوكي ادم بليز ماما، مشكلة ادم دحين قاعد يحركني. اوكي بنجيب النص الثاني اللي هو اصلا مكسور، يعني نحاول بالاول نحطه على النص الاولاني. اوكي ثم بعدين شوي شوي نبتدي نسحبه لحتى ينزل على الايسنج. اوكي لانه اذا جينا وحطينا واحد جنب واحد ايش راح يصير؟ راح يدخل لنا الايسنج بين النصين وما راح يصير شكله متواصل، لهذا نحن نشتغل بهذه الطريقة لحتى يطلع شكله ما هو مكسور. اوكي طبعا هذا السنفور الكسلان نايم لساته، وبعدين نعمل له الحروف الزد حق نايم. What's this? زي هذا ان شاء الله بعدين اكمل الحرف حق النوم. نو نو مامي نو بليز. بعد الشغل اللي عملناه مثل ما انتم شايفين بنحصل على نتيجة كتير حلوة. طبعا ممكن البعض يحسه صعب، بس مثل ما اقول دائما لا صعب الا ما نجعله نحن صعبة. اتوكلوا على الله وان شاء الله تضبطوا. الله يسعدكم يا رب. وثانك يو. باي باي.